طب هل هنتكلم على المدير الفني مستر مارتن لاسارتي، هل بقاؤه على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي بعد الإخفاق الإفريقي كان مفاجأة بالنسبة للاعبي نادي الأهلي مش الحاليين السابقين، يعني كانوا مستنيين يحصل حاجة تانية؟ والله كان في اقاويل كتير بعد خساره النادي الاهلي لبطوله افريقيا او خروج، انا من وجهه نظري خروج مهين، يعني نتيجه 5-0 دي نتيجه كبيره جدا النادي الاهلي يخسرها. لكن برضو النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي عايز يعمل استقرار، اولا استقرار فني، استقرار اداري، ويدي فرصه لمستر لاسارتي مره تانية، لانه برضو هو اخفق في بطوله افريقيا، بس احنا بقالنا سنوات كتيره بنخفق في افريقيا. لكن عمل انجاز كبير جدا ان هو يقدر يفوز ببطوله الدوري اللي هي البطوله الاصعب السنه دي. ندي فرصه، ممكن يديله فرصه السنه دي نشوف على الاقل في بطوله الدوري، لسه في بطوله كاس، في بطوله السوبر، زائد كده بطوله افريقيا اللي هي طموح لعيبه النادي الاهلي زائد طموح جمهور النادي الاهلي. دلوقتي جمهور النادي الاهلي عنده طموح، اكتر طموح بيوصل له، عايز يوصل له بطوله افريقيا، لان الدوري بالنسبه له يعني يقول هو لما بيتزعم على الكره المصريه وبياخد الدوري على طول، فالحلم دلوقتي لكل لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بطوله افريقيا، او هو الحلم الاقرب ليهم. فكل التفكير دلوقتي النادي الاهلي وصفقاته واللي حصل كمان في الميركاتو الصيفي السنه دي، التفكير في بطوله افريقيا، وده اللي هو كل اهلاوي دلوقتي بيفكر فيه، كان من اول مجلس اداره النادي الاهلي لغايه جمهور النادي الاهلي بتفكر في بطوله افريقيا.